السلام عليكم. اليوم نروح الولاية الجلفة لنقف على مشروع رائع وهام جدا تمثل في إنشاء حديقة ألعاب في إذن ولاية الجلفة بالقرب من السد الأخضر، يعني محيط غابي وعلى مساحة نتاع 43 هكتار، إذن يعني مساحة كبيرة جدا. إذن هنيئا لأبناء ولاية الجلفة بهذا الإنجاز الترفيهي، وإن شاء الله المزيد من هذه المشاريع في كل ولاية الوطن. أترككم تتابعون هذا التقرير حول الموضوع، والسلام عليكم. وبمقربة من السد الأخضر بولاية الجلفة جسد هذا المشروع السياحي الصديق للبيئة للطلب المتزايد على السياحة البيئية، حيث يجمع بين الراحة والتجربة مع الالتزام بالبيئة المحلية بعد استخدام مواد بناء مستدامة. المشروع فيه يتربع على قطعة أرض فيها 43 هكتار. المتنزه هذا متواجد في السد الأخضر، راعينا الظروف البيئية والإيكولوجية، يعني البناءات كلها مبنية بالحطب والعتاد، يعني بالهياكل المعدنية. راعينا جميع الجوانب الموجودة على مستوى الترفيه والتسلية وحتى الثقافة المرورية، يعني راعينا حتى الجانب الرياضي. تم اعتماد دفتر شروط المستثمر ملزم باتباعه. أولا، البناء يكون من الخشب فقط ومن المواد القابلة للتفكيك، مما يراعي جمالية الغابة، لأن هذه المنطقة راهي منطقة السد الأخضر مجبرة وهي بمحاذاته، أي تكملة للمشروع. هذا المشروع السياحي يضم منشآت صممت لتكون صديقة للبيئة، تعتمد على الطاقات المتجددة وتقليل الاستهلاك المائي، كما يتيح للزوار الاستمتاع بالطبيعة والحفاظ عليها. تم على مستوى ولايتنا ومع محافظة الغابات تخصيص 6 غابات استجمام والقيام بإجراءاتهم. ستكون إن شاء الله إضافة كبيرة في خلق اقتصاد أخضر أو الاقتصاد الغابي. وأيضا هناك استراتيجية خصوصا مع مشروع السد الأخضر، حيث يكون لقطاعنا دور كبير في هذا المجال، وخصوصا في مجال السياحة الريفية، السياحة الغابية، السياحة أيضا الترفيهية. فبمثل هكذا مشاريع سياحية تعد مثالا ونموذجا على كيفية دمج السياحة والاستثمار فيها مع الحفاظ على البيئة، كما يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز السياحة المستدامة بولاية الجلفة.